احنا موجودين في مرسم الفنان زمان جاسم، يعني جينا قبل ان تنتهي هذه الليلة، وهذا الجميل موجود. كم سنة صار لك الآن في المرسم هذا؟ هذا المرسم 14 سنة، لكن أساساً أنا من 30 سنة عندي مراسم خارجية. هذه بعض اللوحات الموجودة للفنان زمان جاسم، شوف كيف بعض اللوحات. في لوحة هنا بس ما بطلعها. بدايات يعني. أي بدايات. البدايات. شوفوا اللوحات البدايات، هذه عام 1409. خارج البيت مو لأي سبب، سبب إنه ما عندي مكان في البيت. هذه بعض اللوحات بعد، شوفوا كيف، شوفوا حياة الفنانين كيف، الكركبة والألوان والأغراض والأدوات. وهذه بعض اللوحات اللي موجودة أيضا في هذا المرسم، جميل جدا والله، مرسم خفيف ده. وهذه بعض اللوحات طبعا، يعني هذه لمحبين الفن التشكيلي، ولازم نتذوق الجمال في كل مكان. هذه اللوحة لمين زمان؟ آمنة طلاق. من أي جيل؟ من أي جيل الجيل الجديد اللي جدا. هذا هنا المرسم، شوفوا كيف ما شاء الله جميل. هذا الاستديو اللي أخذته قبل سنتين تقريبا، أكمله وناوي أعمل براز. هذه بإيش معمولة؟ هذه مادة اسمها مادة، هذا جبس الآن. جبس. بس ما راح يوقف على الجبس، راح يتحول إلى برونز. هذه شوف إحدى اللوحات، طبعاً هذه النوع من اللوحات يتميز فيها الفنان زمان جاسم. مرسم جداً جميل، جداً رائع صراحة. لا ما أبداً. هذه زاوية أخرى من اللوحات. هذه يفترض أنها تكون مضيئة، بس خليها أركب فيها الوايرات تطلع مشعة كامل مثل. هذه شوفوا كيف اللوحة مضيئة، جميلة جدا. شوف ما شاء الله. بس هم استضعفوني، شحن على حسابهم، تذكرة على حسابهم. شوف أنا بالنسبة لي هذه عادة تكون في مجالات الفنون والمتاحف والأشياء الحالية. اللوحات زي أقل في سلعة بس يعرضوها في المكان الخطأ، وفي ناس تتعب على سلعة وتعرضها في المكان الصح. هنا الفارق في الفن، وين تعرض كابس علشان أحول السطح من فايبر إلى كابس اللي هو قماش، ويصير عندي مساحة بسيطة أن أقدر أشتغل عليها بالطريقة اللي أنا أبغاها وبالوضع.